علام هارد لك النهارده، هي الكوره ما كانتش ماشيه النهارده. الحمد لله قدر وما شاء فعل، ان شاء الله لينا الماتش الثاني ان شاء الله ونقدر نعوض باذن الله ان شاء الله. يعني شايف في اصابات، شايف يمكن مش ده منتخب مصر اللي لعب الماتش اللي فات يعني. في حاجات كتيره ان شاء الله، بس لما نقعد ان شاء الله النهارده مع الجهاز ونشوف الماتش الجاي ان شاء الله. الوقت قليل ما بين الماتشين يا ان شاء الله. لا لا، عندنا ثقه في الجهاز وعندنا ثقه في اللعيبه ان يعوضوا الماتش الجاي ان شاء الله. يعني مصر فرقه كبيره وقدر ان هي تعوض، ونتائج التصفيات بتقول كده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ان شاء الله.